English الصف الثالث الترم الثاني Unit 7 Phonics Time. أهلا بكم في قناتنا قناة طيور الجنة التعليمية. ما تنسوش قبل ما نبدأ لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. النهاردة هنبدأ مع Phonics Time. Phonics هنشوف الفونكس جابت لنا ايه النهاردة، الصوتيات بتاعتنا ايه النهاردة. أول حاجة كوفي، كوفي كوفي اللي هي القهوة اللي احنا بنشربها، جايب لنا ايه دبل اف، حرفين اتنين ورا بعض اف بيتنطقوا اكنهم اف واحدة بس. كوفي 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 كوفي. طيب ودي قايلينها درس اللي فات، مين فاكرها؟ شاطر، برافو عليكم. اسمها ايه؟ مافين مافين مافين، فيها برضو دبل اف بيتنطقوا اكنهم اف واحدة بس. مافين مافين مافين. طيب وده اوف، اوف يعني اطفاء، اوف فيها برضو دبل اف، اوف اوف. طيب ودي بوليس اوفيسر، بوليس اوفيسر، بوليس اوفيسر يعني ضابط، بوليس اوفيسر. طيب ودي تول، تول يعني طويل، جايب لنا دبل ال والدبل ال بيتنطقوا اكنهم ال واحده بس. تول تول تول، شايفين الجراف دي؟ تول تول. طيب وده دولار، دولار واخدينه قبل كده اسمه دولار، في برضه دبل ال، دولار دولار دولار. طيب وده بيل، بيل بيل فيها برضو دبل ال، بيل يعني جرس، بيل بيل. طيب ودي جلاس، جلاس جلاس فيها دبل اس بننطقهم اكنهم اس واحدة بس. جلاس جلاس جلاس. طيب وده دريس، دريس دريس يعني فستان، دريس دريس دريس. كده خلصنا الفونكس تايم. وسؤال الهوم ورك للشطار، دي اسمها تول، الجراف دي تول، ناقص من كلمة تول او محذوف منها حرفين زي بعض بالظبط. الشاطر اللي هيكتب لي كلمة تول كاملة في التعليقات. شكرا لكم يا حبايبي، كنتم مع قناة طيور الجنة التعليمية. متنسوش لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.